لا شك أن حياتنا تمتلئ بالكثير من تلك الأشياء التي لابد من القيام بها. هناك من تلك الواجبات التي نحاول أن نؤديها، هناك من تلك الحقوق التي نحاول الحصول عليها، وهكذا الحياة مثل ما هو في الأسواق بيع وشراء، فإن الحياة كذا سواء رضيت أم لم ترضى فإنها تعطي وتأخذ في نفس الوقت. وكيف نتعامل مع هذه الحياة؟ كيف نستطيع أن نجد ما يرضينا ما يسعدنا، وفي نفس الوقت أيضا ما نستطيع أن نقوم به من أجل إسعاد الآخرين وتحقيق أمالهم وأمانيهم؟ فهناك كل إنسان مسؤول عن رعيته، ورعيته هي أسرته أولا التي يحاول بقدر الإمكان أن يبنيها ويهتم بها، ثم تأتي بعد ذلك أعماله التي يقوم بها والتي يؤدي بها عمله من خلال خبرته وتجاربه تعليمه علاقاته ومعاملاته، كل هذه الأشياء التي وصل إليها بمسيرته في الحياة، وكيف وصل إلى هذا المستوى الذي هو الآن فيه، سواء كان موظف أو مدير أو عامل أو مهندس أو طبيب أو كافة تلك المجالات أو الأعمال التي يتم القيام بها بصورة أو بأخرى من أجل تحقيق الإنجازات التي تتم. وكل إنسان لديه المسار الذي يسير فيه، وهناك ما قد يعترضه من مشاكل، ولكن هناك من يتلقفه ويحاول أن يعالج هذه المشاكل، سواء كانت صحية أم بيئية أم اجتماعية أم عاطفية أم إلى آخره. وهكذا الحياة، أننا نحيا ونعيش ونرى كل هذا الذي يحدث من حولنا، ونحاول أن نؤدي دورنا بصورة أو بأخرى، ونستطيع أن ننجز ما نستطيع إنجازه بكل ما هو تم من إنجازات حضارية وصلنا إليها ونستخدمها ونتعامل معها. وهناك بلا شك مجتمعات بدائية، ولكن لا شك أن هناك ذلك الوضع الذي يتم فيه التواصل بصورة أو بأخرى، وما يمكن أن يجد أيضا الإنسان في راحة يبتعد عن صراع أو مثل هذه الضجيج أو الأحداث السريعة المتلاحقة والحياة المعقدة المدنية المعاصرة من خلال البعد الراحة ما يمكن أن يطلق عليه، فيذهب إلى تلك الأماكن التي فيها البعد عن روتين اليوم أي يكون.